مساء الخير على كل مشاهدينا، وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اون سيت. حلقه النهارده حلقه مختلفه، حلقه النهارده مختلفه لانها حلقه خاصه مع ابطال وصناع فيلم اوسكار عوده الماموث. الفيلم ده من نوعيه افلام الخيال العلمي والاكشن، وباين جدا من اسم الفيلم انه بيتكلم عن فيل الماموث المنقرض. ويا ترى هيحصل ايه لو الكائن العملاق ده بقى موجود في عالمنا دلوقتي؟ وده اللي هنعرفه اكيد مع احداث الفيلم. فيلم أوسكار عودة الماموث هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، والفيلم من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة الجميلة اللي هي سودان. الفيلم من إخراج هشام الرشيدي. إحنا هنا في أون سيت رحنا وقابلنا أبطال وصناع الفيلم، واتكلمنا كمان معاهم عن دور كل واحد منهم في الفيلم. تعالوا نشوف مع بعض أبطال وصناع فيلم أوسكار عودة الماموث قالوا لنا إيه. هشام ازيك؟ الف مبروك على فيلم اوسكار. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. احكي لي بقى الفيلم، يعني الفيلم هينزل امتى وبداتوا تصويره من امتى والفكره جت ازاي؟ الفيلم ان شاء الله ينزل على اخر السنه، احنا شغالين فيه اوريدي دلوقتي. الفكره بنحضرها بقى لنا 3 سنين، بدانا تصوير من شهر 12. رحله بقى كبيره قوي، يعني النوعيه دي من الافلام عموما بتاخد تحضير كتير قوي، يمكن تصويرها بيبقى هو مش اصعب حاجه على قد ما المشكله كلها في تحضيرها، ستارتنج فروم الورق والكونسبت، اصلا ايه الكريتشر اللي احنا هنجيبه، هنعمله ازاي، القصه هتبقى عامله ازاي. فده بياخد كل وقته، بلس كمان الكاست اللي هيجي يمثل في الفيلم بتحتاجي طبيعه ممثلين شويه فاهمين ان انت بتعملي حاجه مختلفه، مش جاي يمثل مثلا، يعني في مشاهد كتير بيمثل مع هوا وفي ايموشنز وفي صعب. الموضوع وليه بتعملها ازاي كمخرج؟ ازاي بتخلي الممثل يطلع المشهد طبيعي جدا وهو مش شايف اي حاجه قدامه؟ في اوسكار عموما لازم، مهم قوي ان الممثل يبقى فاهم في كل الديبارتمنتس، يعني مش جاي يمثل وبس، هو فاهم اخراج وفاهم كجرافيكس ايه اللي هيبقى موجود هنا، وفاهم كستوري احنا عايزين نقول ايه من الستوري. بيبقى كده كده في انيمال ستانت، بيبقى في شخص بيمثل قدامه از ان هو اكنه هو الماموس يعني. بس ده بيحتاج تريننج كتير قوي مع الممثلين عشان يقدروا يوصلوا ان هم بيتعاملوا مع الانيمال ستانت ده اكنه بجد الكريتشر اللي هيبقى موجود بعد ما يخلص. انت قلت لي ان انت اللي اخترت الكريتشر ده، انت اللي اخترت فكره الماموس، اشمعنى اخترت الماموث؟ بص، احنا لما اشتغلنا في الاول بعد ما عملت ماكو كان مهم قوي عندي فكره ايه اللي جاي، هعمل ايه انا حابب قوي اخد السكه دي في السينما. فايه الكريتشر اللي ممكن الناس تانتراكت معاه وتحس ان هو حقيقي، زي فكره شارك، كل الناس عندها عقده او خوف من شاركس تطلع عليها في المايه او بتاع، فايه اللي جاي، ومش عايز الموضوع يبقى دارك او يبقى غامق او يبقى كئيب شويه. ده كانت التجربه بتاعت ماكو، كان سمكه قرش. المره دي بقى المره دي رحنا لحاجه شويه برضو بيزد اون ريل ستوري، يعني الكائن ده اوريدي بيتم اعاده احيائه في روسيا، خلال سنتين هيبقى موجود. اللي طلع بالفكره دي مينلي كريم هشام، هو الماركتنج مانجر بتاع الفيلم. وبدانا من هنا نطلع بازاي هنعمل ده از سكريبت بقى، وازاي الماموث ده هيبقى موجود بجد، وهل هو ده هنعرف ننتراكت معاه. الماموث حاساه يعني كيوت كريتشر، يعني مش حاجه مرعبه، مش زي سمكه القرش، زي الحاجات اللي هي ممكن تطلع تبقى شريره شويه في الفيلم. هل هيفضل طيب ولا هيتحول لكائن شرير مؤذي؟ هو طيب جدا، وهتتعاطفي معاه جدا وهتحبيه قوي، وخصوصا الاطفال كمان. الفيلم ده خلي بالك مش فيلم لكبار بس، هو فيلم اسري جدا، ممكن الطفل يتعلق بيه قوي وفي نفس الوقت الكبار يستمتعوا وهم يتفرجوا عليه. اكيد هنستمتع واحنا بنتفرج عليه، احنا مستنيينه بفارغ الصبر. طب احكي لي بقى، انت قلت لي في الاول خالص ان انت بدات الفكره دي من 2020، ودلوقتي احنا في 2024. يعني كبرنا، عجزنا كتير، عجزنا قوي. احكي لي بقى، الافلام اللي بتاخد وقت في التحضير دي، هل بحاجه زي كده ممكن تخلي الفيلم الناس تفقد الشغف مره واحده، او يعني الحاجات دي بتبقى خدت فتره كبيره قوي في التحضير؟ اكيد مش زي حاجات بتتعمل في سنه. صح، ما هي النوعيه دي من الافلام بتحتاج قوي ان انت تبقي عامله لها دراسه ماركتنج، هتسوقيها ازاي للناس وازاي تخلي الناس مستنياه وترتبط بيه. يعني احنا التيزر اللي نزل ده مش هو الفيلم، ده جزء يمكن يكون 10% من الفيلم. في تيزر تاني هينزل قريب، في بعد كده اعلان رسمي للفيلم، في اكتيفيتيز هتحصل في الشوارع، يعني ده كله هيخلي الناس مستنيه الحدث او بتتعامل مع الفيلم اكنه بروجكت مش مجرد فيلم وخلاص. فده اللي يميزه شويه. افلام الجرافيكس بتبقى صعبه جدا، وبيبقى المقارنه بينها وبين الافلام العالميه مقارنه كبيره قوي. ايه اللي يخليك تاخد الريسك ده؟ انت عملته في ماكو ودلوقتي اخدت الريسك تاني، ايه اللي يخليك تاخد الريسك ده؟ ليه ما تمشيش، يعني مش هقولك جنب الحيط، بس ليه ما تخليكش في السيف سايد اكتر؟ ما بحبش، ما بعرفش بصراحه، يعني في الاول قبل ماكو كمان كانت يعني اتعرض عليا بدايات اسهل كتير قوي من كده، فكره انك تعملي فيلم
ياخد 4 سنين تحضير، محدش غيرك، محدش في الميدل ايست عمل كده قبل كده. وخلي بالك شويه في فيلم ميكرز كده ما يحبوش اصلا يعملوا كده، ليه اتحط في كده، ليه اقعد 4 سنين اشتغل على حاجه؟ انا شويه بستمتع بده يعني، بحس ان ده مختلف. بلس ان احنا كصنع النوعيه دي من الافلام ينفع يتفرج يشوفها كل الريزنز اللي حوالينا، يعني ماكو مثلا اتشاف في الصين وفي اليابان وفي الهند وفي كوريا، الفيلم ده نفس الكلام اوسكار هيتشاف في نفس الدول ويمكن يطلع بره اكتر. فانا حابب فكره ان الصناعه المصريه تتشاف بره ببرسبكتيف تاني شويه. ما خفتش من المقارنات بين الجرافيكس المصري والجرافيكس العالمي؟ اكيد تخوف، واكيد الناس يعني اول امبريشن بيجي للناس انت عايز تعمل فيلم فيه جرافيكس، احنا هنعمل كرتون، هنعمل حاجه وحشه قوي اكيد. بس الميزه ان احنا نذاكره صح قوي، واللي مشاركين في صناعه الجرافيكس بتاع الفيلم ده هم نفس الناس اللي عملت جيم اوف ثرون، نفس يعني اجانب ولا مصريين؟ مصريين مصريين. دي كانت بالنسبه لي مفاجاه يعني طبعًا. احمد شحاته هو شارك في جيم اوف ثرون، شارك في ايس ايج، شارك في افلام كتير قوي عالميه. وخلي بالك الارتست المصريين عموما، شركه ترند هي شركه مصريه بس عملت مشاريع اجنبيه، عملت مسلسل ذا بويز، عملت ذا فاوندرز، عملت ليلي باي، يعني عملت مشاريع اجنبيه جدا وبارتس مصريين. فده يخليني طبعا انا ما استغلش الناس دي عندنا في الصناعه بتاعتنا، يعني دي حاجه حلوه جدا وحاجات فعلا تخلينا نبقى فخورين بيهم. يا هنادي مبسوطه قوي ان انت معانا النهارده. وانا كمان جدا. احكي لي ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ حلاوتك. لا حلاوتك انت. الف مبروك على اوسكار. احكي لي بقى، ده دور مختلف وحاجه مختلفه عن اللي انت عملتيه قبل كده، طلع بدور شخصيه دكتور. احكي لي بقى، صح؟ طلع شخصيه دكتور، شفتي المتابعه؟ عرفتي ازاي؟ احكي لي بقى. بصي هو فيلم كده كده كله مختلف، يعني هو فيلم حتى لو دور هو الاكسبيرينس كلها كومبليتلي ديفرنت. تماما تماما تماما. وهي دكتوره فعلا، دكتوره اروى، بتحب الحيوانات جدا تقريبا، بالنسبه لها بتحب الحيوانات اكتر من بني ادمين، يعني هي كل حاجه في حياتها حيوانات، اهم حاجه في حياتها الحيوانات يكونوا في مكان كويس، بياكلوا كويس، مش محتاجين علاج، الناس ما بتبقاش مش كويسه معاهم، يعني كل الحاجات دي اهم حاجه بالنسبه لها. قريب من شخصيتك في الحقيقه، بتحبي الحيوانات ولا؟ بحب الحيوانات بس مش هينفع اقول ان انا شبهها، علشان دي واحده نايمه واكله شاربه حياتها كلها حيوانات. حتى لو انا بحب الحيوانات بس هي دي مش حياتي كلها، فما اقدرش اقول ان حبي يعني، فاهمه ازاي؟ كان مثلا شغلك انت بتعمليه كل يوم بس ممكن تكوني بتحبي حاجه تانية، بس ما حدش هيحب مثلا انت تعمليه اكتر، ما فاهمه قصدي؟ احكي لي بقى تعاملك مع عليا كان عامل ازاي. بصي هي خطيره مبدئيا، انا وهي البنات الوحيدين اللي في الفيلم تقريبا، فاحنا مالناش غير بعض، عارفه؟ وليا بحس ان هي بنتي كده، بيبي قوي، وهي فظيعه وبتتعب قوي وشخص ما بيشتكيش وذكيه قوي ما شاء الله بجد، ذكيه جدا جدا جدا، طيبه كده، عارفه اللي جواها طفله يعني، ان انجل، فاهمه قصدي؟ التعامل مع الاطفال بيبقى صعب في الشغل يعني طبعاً. بغض النظر بقى عن الحاجات التانيه طبعاً. في الشغل الموضوع صعب جدا. بصي انا كنت مدرسه، فانا كنت بعرف اتعامل يعني مع الاطفال بالذات السن ده، انا بحب السن ده قوي قوي. موضوع انه مفيش معمود حقيقي قدامكم، صعب قوي. ده كان صعب. أيوة. ده كان صعب قد ايه في التمثيل، وان انتوا تبقوا متخيلين ان في حاجه قدامكم وتعملوها، احكي ده كان قد ايه صعب. بصي هي حاجه صعبه بجد، بس هي كل حاجه في اولها صعب، فانت باي تايم خلاص بتتعودي. بس انت بتشوفي حاجه ثابته بس انت بتتخيليها بتتحرك، فهي هو شغل ومجهود قوي بصراحه، حاجه لذيذه. احكي لي بقى عن بيهايند ذا سينز، احكي لي عن كواليس الفيلم بقى. حلو قوي. انت واحمد صلاح حسني وليا اكيد ومحمد ثروت. ثروت يا جماعه، ضحك بس ثروت بقى باذنكم طبعا. احكي لي ايه اكتر حاجه ثروت عملها ضحكتكم وموتوا على نفسكم من الضحك؟ ثروت اصلا مشكله يعني، تخيل انا وثروت قاعدين مع بعض اصلا، كل مره بقول كلمه مثلا غلط فثروت اللي بيستلمني، فيعني خلاص انا بضحك عليا معاه، فاهمه قصدي؟ فلا ثروت خطير بصراحه، ودمه خفيف جدا، ومهون علينا التعب اللي انت اللي هو حتى وانت تعبانه وانت مبسوطه، بس هو برضه بيدي حته بتضحك كده، فهو بجد لذيذ قوي. ليا رهيبه بجد، اللي هو الحته البيور بقى، الانجل اللي هو انت اللي هو احنا بنحبك، عارفه الاحساس ده؟ احلى حاجه في اللوكيشن. فظيعه 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 ما شاء الله عليها. وطبعا احمد صح حسني، دي مش اول مره باي ذا واي، احمد صح حسني من ضمن يعني من الريزنز ان انا موجوده في الفيلم ده، ان انا
الشخص ده انا بجد بحترمه جدا وبحبه جدا وبحسه كده اخويا الكبير. انا سمعت ان هو كان كنت تلعبه رئيس وان هو كان بيخم في الريس. احكي لي بقى ليه؟ انا عارف ان انت كنت بتجري وان هو اللي كان بيخم. كنت بجري فعلا والله. على فكره ممكن يكون بيخم بس ممكن الانتنشن بتاعته اللي هو اصلا عمل خطوتين هيسبقنا فاللي هو يعني والله الراجل بيعمل معانا حاجه كويسه. هيتكلم عن ترند باي ذا واي عشان هم فعليا السبب ان انا اخطئ فيلم اول ما جالي لما قريت الورق انا بجد حسيت اللي هو ده ريسك الرعب ده نو واي مين هيعمل ده اصلا ومفيش حاجه اسمها كده. فكنت واخده قرار انه لا لحد ما جيت قعدت في الاوضه اللي احنا فيها دي كمان بالافلام العالميه طبعا لا مقارنه ايه من غير مقارنه خفت اصلا من الفيلم نفسه يعني فاهم قصدي مين هيعمل حاجه زي دي. فجيت قعدت في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي حالا يعني على الترابيزه دي وكان بيقولوا لي استاذ طنطاوي بيقول لي ايه الحاجه اللي انت خايفه منها. قلت له بص بصراحه قلقانه قوي من الجرافيكس وكل الحاجات دي. ايوه انت شفتي شوريل؟ قلت له لا. قفل النور شغل الشوريل انا فعليا طول الشوريل انا عامل كده بلمه هو انتوا اللي عملتوا ده؟ احلف انتوا اللي عملتوا معرفش ايه. فيقول لي ايوه احنا عملنا. انتوا ازاي واو فاهم. فا اي واز امبرست. انا فضلت يعني انا نسيت بقى في الاول ما كنتش توقع ان الشغل ده انا نسيته في حاجات مش معروف يعني الحاجات المعروف ان هم عملوها طبعا حشاشين المداح سيدات رحم في حاجات ما حدش عارف ان هم عملها لولا باي يعني هم اللي عاملين لولا باي يعني حاجه مرعبه. فانا بالنسبه لي اللي هو انتوا اللي عاملين. ولما تشوفوا الشوريل كمان في حاجات صغيره هم مش بيجيبوا سيرتها انا ببقى انا كنت منبهره يعني الناس دي واو ان دي حاجه اصلا انتوا مصريين فيري بروفيشنال وحاجه تشرف ان انا الشوريل ده لو راح في اي حته في العالم يا جماعه الناس دي اللي عامله الشغل ده دي حاجه فخوره بيها جدا يعني. فحسيت ان من اللحظه دي بصوا يا جماعه انا معاكم في اي حاجه انا جايه معاكم في كل حاجه. بلس استاذ هشام بصراحه محترم جدا 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 ومؤدب بيحب شغله وبيخلي الناس كلها تبقى مرتاحه نفسيا مبسوطه بيأثرش مع حد بيعامل الناس كلها نفس المعامله محترمين جدا جدا حقيقي يعني كل الناس اللي هي قائمين على العمل ده عموما ان كان برودكشن اخراج كل حاجه الناس محترمه قوي ومن كتر ما هم محترمين معاملتهم مع الناس انا دي اكتر حاجه بتفرق معايا بصراحه ازاي بنعامل الناس عموما. هما في اللوكيشن بجد بيهتموا بادق بجد بيهتموا بتفاصيل انا بالنسبه لي اللي هو يا جماعه انتوا الناس كلها زيكم يعني احنا كنا بنبقى في عالم عارفه العالم اللي هو اليس ان وندرلاند واحنا احنا 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 ناس مبسوطه. يا ليه عامله ايه؟ كويس. ايه اخبار فيلم اوسكار مبسوطه فيه؟ طب احكي لي بقى الاول انت عندك كام سنه؟ عندي 9 سنين. احكي لي بقى عن مشاهدك مع الماما. انت اصلا كنت عارفه الماموث دوت الكريتشر ده من قبل ما تدخلي الفيلم ولا عرفتيه لما دخلتي الفيلم؟ لا كنت عارفاه من قبل الفيلم عشان كان في فيلم كان في موفي مش عارفه لو ايس ايج ولا ايه. هو ايس ايج كنت بتفرجه في المدرسه وفي البيت. طب واوسكار بقى في الفيلم احكي لي هو يعني كائن طيب ولا كائن شرير في الفيلم؟ بقى الفكره ان انا مش عارفه عشان يعني انا ما شفتوش الريل لايف. هو كان كل ده يعني ولد ولابس جرين سكرين فكان بيعملوه اديت وكانت صعبه شويه عشان كانت انا بمثل وبعمل نفسي اكني بمثل قدام حد مثلي قدام المعمود الحقيقي بس انا ما كنتش بمثل كنت وساعات بكون راس عادي وساعات ما كنتش في حاجه بكون صعبة عشان امثل قدام ولا حاجة. يعني ازاي عملتي كده؟ دي حاجة صعبة قوي ان انت ما تبقيش شايفة الحاجة الحقيقية اللي انت بتمثلي قدامها. قولي لي اتدربتي قد ايه؟ انا بتخيل وضربت ما اتدربتش كتير قوي كنت في هنا كنت بتمرن مع رانيا في نفس الحتة دي كنت بتمرن مع رانيا. رانيا الكوتش بتاعتك؟ كنت ولو عملت حلو خلاص حفظ بنلعب حاجات بتكافئك يعني بتعملك يعني مكافأة ان انت مثلتي حلو بنلعب جيمز. اوكي ماي بتكافئك بعد ما بعد ما بتخلصي المشاهد الحلوة بتاعتك ولا لا؟ ساعات هي طول الوقت لما اكون اعمل حلو في مسلسلات وفي البيت وعلانات كده الفيلمات بتجيب لي هديه او سويتس. ايه حاجات كمان كانت حلوه في الفيلم اتبسطت فيه عشان كانوا بيلعبوا معايا وما كانوش يعني ما كانوش رخمين كانوا حلوين وكانوا بيهزروا كانوا بيلعبوا معايا.
يا حسني ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبروك على فيلم اوسكار. ميرسي ربنا يكرمك. ايه بقى يا عارفه ان الفيلم ده بدا كلام عليه او بداتوا تشتغلوا عليه من 2020 دلوقتي احنا في 2024 بالظبط. ايه اللي يخليك تستحمل 4 سنين كاملين وانتوا لسه بتحضروا في الفيلم؟ ايه اللي يخليك تستحمل كل ده؟ احكي لي بقى ايه اللي شفته في الفيلم. بصي اللي وانت لسه ما شفتش حاجه ما كانش فيه لسه ساعتها حاجه انت شايفها بعينيك تخليك تقول الفيلم ده هيكسر الدنيا او هيكون فيلم مختلف. هو في مقوله كده بتقول the talent is in the choice، الموهبه في الاختيار، تختار ايه. انا لما اتعرض عليا اوسكار انا طول الوقت بيتعرض عليا افلام سينما، والسينما دايما بقول الكلمه اللي بقول السينما ما فيهاش سوري، ما ينفعش تعمل فيلم وتقول سوري يا جماعه والناس لا، السينما فضاحه. سوري على ايه؟ سوري على بالظبط، هتبقى عملت فيلم وعملت وحش فتقول سوري يا جماعه سامحوني اللي بعده. ممكن الكلام ده في الفيديو في المسلسلات، لكن في السينما في فنانين كتير ممكن يكونوا بيعملوا كده عشان يبقوا متشافين وعشان يبقوا، وللاسف في التجارب بتقول ان اللي بيعمل فيلم وحش ما بيعملش غيره، بيبقى صعب قوي انه ياخد بطوله تاني الا لو هو عنده كريدت كبير قوي، لازم يبقى نازل نجح في الاول عشان الناس تنزل له من بيوتها وتروح سينما. يا ثروت ازيك منورني. الله يخليك. اول انترفيو ده بضحك كده. طب ده كويس. احنا داخلين بنضحك في الانترفيو. ايوه طبعا عشان وشك ينور بس. طب ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبروك على فيلم اوسكار عودة الممت. الله يبارك فيك. ايه الفيلم المكلكع ده؟ يعني اسمه مكلكع كده. هقول لك هو اشمعنى اوسكار عودة الممت؟ اوسكار ده اسم الكائن اللي احنا عليه الفيلم، هو الماموث اللي هو الفيل المشعر. الفيل المشعر ده كان انقرض من ملايين السنين. انتوا رجعتوه تاني. احنا رجعناه تاني ويا ريتنا ما رجعناه. هو الفيلم تحت بند فيلم خيال علمي اكشن. لما اتعرض عليا الفكره من شركه ترند، شركه ترند طبعا شركه كبيره جدا ومحترمه جدا، عملت اعمال كبيره جدا وناجحه. لما قعدت معاهم طبعا وقريت السيناريو لقيت ان هو العمل ضخم قوي. اطمنت طبعا. قعدت طبعا جلسات عمل مع المخرج هشام الرشيدي. ولما ابتدينا التصوير لقيت انه مخرج شاطر جدا، مخرج زي ما بيقولوا قادر على العزف على ادواته، عامل كادرات حلوه جدا، عامل رؤيه حلوه قوي للفيلم. احمد صلاح حسني انا يعني بحبه على المستوى الشخصي ويمكن اول مره اشتغل معاه فنيا، بس لما ابتدينا تصوير لقيت ان في كيمياء بيني وبينه، تحس ان احنا عارفين بعض من زمان، وده ريحني في الفيلم عموما ان احنا نعمل مواقف كوميدي مع بعض حتى لو في ارتجال كمان. هنادي مهنا طبعا بحبها جدا على المستوى الشخصي، وهي ممثله شاطره قوي، ويمكن حتى مش اول مره اتعامل معاها، اتعاملنا في تماسيح النيل، بس احنا مشاهدنا الكوميديه ما اشبعتناش فنيا فقلنا نيجي نكملها هنا. يا طنطاوي ازيك؟ الف مبروك على فيلم اوسكار عوده الماموث، واحكي لنا بقى عن الفيلم ده. الله يبارك فيك. يعني طبعا احنا كفيلم اوسكار هو فيلم مختلف من نشأته، يعني اللي هو الموضوع احنا من الاول خالص شغالين فيه بشكل مختلف، شغالين بنعمل حاجة مختلفة بهدفنا من الاول فيها بصراحة، بشكل ما ان احنا نفتح باب جديد للصناعة. نوعية الافلام دي من الحاجات اللي متعملش كتير ومخاطرتها كبيرة وكلام ده كله، فيمكن ده كان جاي في الحتة بتاعتنا نقدر احنا، يعني ده يمكن ده السبب الاساسي ان احنا ابتدينا نخش في الانتاج اصلا، ده اول انتاج لينا كشركة ترند يعني. فاحنا ما كنتوش خايفين الموضوع ريسكي شويه، فيلم جرافيكس ومالوش حاجات مشابهه كتير في مصر، دايما الناس بتبقى متخوفه شويه من الحاجات دي، خايفه كمان انها تتقارن بالاعمال العالميه. طبعا طبعا، يعني انت جبتي الموضوع بصراحه، ان احنا مشكلتنا اساسا ان مفيش مانيوال، مفيش عندي مرجع ارجع له واقول لما في الفيلم الفلاني حصل كذا فعملنا زيهم، مفيش يعني مفيش مثال شبه كده. يمكن المانيوال اللي عندنا او يعني المراجع بقى بتاعتنا كلها الحاجات بتاعت بره، فاحنا يعني كان عشان نعدي التجربه دي او عشان نبتدي نعمل المغامره دي بالشكل المظبوط كان في مذاكره كتير جدا 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 على مستوى الجرافيكس نقطه، على مستوى الماركتنج، على مستوى الاستاتستكس بتاعت ايه الحاجات اللي بتعجب الناس وايه اللي ما بتعجبهاش وايه الكلام ده، على مستوى الورق، على مستوى حاجات كتير جدا كان يعني كانت المذاكره عندنا فيها كتير جدا، في ان احنا لما نقدر نعمل تجربه زي دي نقدر نوصلها ان شاء الله ان هي تنجح، عشان لو تجربه زي دي لو اتعملت وما نجحتش مش هيحصل زيها تاني، فاحنا حابين ان دي تجربه تحصل مره واتنين وعشره معانا ومع غيرنا كانتاج او كشركات جرافيكس او غيره، ان يبقى باب في الصناعه مهم جدا. ف
فكان الكيل اساسي المذاكره بصراحه بتاعت كل حاجه من اول يوم. يعني انتوا حبيتوا تنزلوا التيزر دلوقتي ليه؟ ده يعني ده برضو احنا في الفيلم ده من داي 1 احنا شغالين بمنطق شويه بتاع بره. طريقه الماركتنج بتاعت الافلام بره غير عندنا في مصر خالص. فاحنا طريقه الماركتنج نفسها احنا من داي 1 واحنا الماركتنج بيبقى له داخل في الفيلم من اول فكرته. انا الفكره دي هتبقى قويه مش قويه، هتجيت انجيجمنت من الناس ولا لا، الناس هتحب الكاركتر ولا لا، هعرف العب عليه بشكل انساني ولا لا. بعد كده انا المفروض عايز اعمل قاعده جماهيريه للفيلم. انا في الاخر يعني الفيلم مش فيلم بالاسبكس الطبيعيه او بالحاجه الطبيعيه ان انا هنزل قبل نزول الفيلم باسبوعين ثلاثه اقول منزل فيلم الكذا بيتكلم عن كذا. انا ببني ريليشن مع الجمهور من دلوقتي. كل الامثله الناجحه بره في الافلام، اند جيم جاب تقريبا 2 او 3 مليار دولار، مش عارف ايه الانفينيتي وور، كل الافلام القويه قوي بالشكل ده جابت فلوس كتير جدا كماركتنج. هم بينزلوا التيزر قبل الفيلم بسنه ويمكن اكتر من سنه، بينزلوا حاجات في النص يبتدوا يفهموا الناس هم بيعملوا ايه وواصلين لفين والاخبار عامله ايه وبتاع. ده جزء من ماركتنج الفيلم نفسه، ان ببتدي ابني ما بين الجمهور وما بين الفيلم ريليشن ما بينه وما بين الجمهور من بدري، بحيث ان هو في الاخر يبقى مترقب ومستني. سبيشال احنا بنعمل حاجه مختلفه خالص، حاجه مختلفه على الصناعه، وهي محتاجه الدعم بتاع الجمهور طبعا جدا جدا جدا. دي الحاجه اللي هتقول اذا كانت التجربه دي ينفع نكررها تاني ولا ما نكررهاش اصلا. لا ان شاء الله نكررها تاني. طب احكي لي بقى عن الماموث، عن اوسكار، الشغل بقى على الكريتشر ده، الشغل على الكائن ده واخد وقت قد ايه، واشمعنى اخترتوا ماموث؟ احنا فكرنا في الموضوع ان هو لما عايزين نعمل فيلم بيزد على التكنولوجي وحاجه زي الحاجات بتاع بره، يعني الاسئله يعني مجاوبه على الاسئله اللي بتسال لنا دايما في الشارع والكلام ده، ان هو ما حد بيعرف ان احنا شغالين في الجرافيكس. طب لما انتوا حلوين كده ليه ما بتعملوش زي افاتار وزي ترانسفورمر زي يعني ترانسفورمر بالذات ده قعدت سنين بتسال عنه يعني. ففكره لما حبينا نعمل حاجه بالشكل ده بالطريقه دي، فلما فكرنا نعمل كريتشر موفي. طب الكريتشر ده كريتشر شكله ايه؟ المفروض ان انا عايز الكريتشر ده ما يبقاش عندي، يعني ما يبقاش عندي كريتشر في الدراما مش بينتراكت او ان هو ماشي في المطلق وخلاص. انا محتاج حاجه اعرف العب عليها في الدراما، فمحتاج كريتشر يبقى ذكي، يبقى عنده ذاكره كويسه، بيفكر بشكل كويس، يقدر ياخد من الهيومن اكشنز، يقدر يبقى عنده تعاطف، يبقى شكله ابيلينج جود، الناس لما تشوفه تبقى حباه، ما تبقاش زهقانه منه ان انا ده كريتشر هيبقى معايا تقريبا طول الفيلم. فبيزد على حاجات كتير ابتدينا اخترنا كائن الماموس، حيث ان هو كائن شكله لطيف في التيزر، هو باين ان هو لطيف وطيب. هل هيفضل طيب يعني بقى في بقيه الفيلم ولا هيتحول؟ ده حاجه هنشوفها بقى في الفيلم. بس يعني في كريتشر يبقى الناس حباه، تبقى الناس عارفه تتعاطف معاه. هو الكريتشر الوحيد اللي موجود في الفيلم؟ لا يعني عندنا كريتشرز ثانيه. عندكم كريتشرز ايه بقى؟ عندنا لا دي مش هقدر افتحها قوي، بس هو الفيلم اصلا يعني فكرته الاساسيه فكره احياء حيوانات منقرضه. فتخيل انت حيوانات منقرضه. خلاص تخيل بقى احنا مع بعض يعني تسكوب ده الاون سايت، محدش قال لي على المعلومه دي بالظبط. فهو الفكره ان في هيبقى ظاهر يعني كريتشرز ثانيه، هيبان ده في التريلر ان شاء الله بعد كده، التريلر الثاني اللي هتنزل بعد كده في التريلر، هتشوفي ان شاء الله حاجات تبقى لطيفه. خلصت لقاءاتنا وحلقتنا الخاصه مع ابطال وصناع فيلم اوسكار عوده الماموث. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من اون سيت. اشوفكم على خير، باي باي.